بيه دونك نرجعو تاو للوجيسيال. اش قال لنا لهنا؟ قال كليك باش نمشيو للاد بارتس لهنا باش نجيبو الانجن اند ميوفلر اكس تي هذي. واش نعملو دونك؟ اد تو اناليزيس موديل ونسكرو دونك لوكيشن اند امبورتد بارت ديالوك. دونك نعمل هذي ريزيت تو ديفولت. اوكي باش نجيب اد بارت نجي لهنا بيه دونك نجي لهنا نكليك على هذه ونعمل Add to Analysis Model باهي ونكليك لهنا اوكي. دونك مانيش باش نعمل نبدل سايز ولا باش نبدل يونيتي ولا باش نبدل حتى شيء. فاليدي باهي. دونك انا الموديل نتاعنا هذا اكس تي نجيو لهنا. دونك باش نعملو Next Recognize Close Volume ومن بعد باش نعملو Start Check باهي. هذه لهنا بريزومو تبدلت من الفيرسيون فيرسيون. دونك تبعوني شنو باش نعمل بالضبط. باش نعملو نيكست حتى نوصلو كرييت ام دي ال ومن بعد باش نعملو نيكست ومن بعد باش نعملو موف تو موديل مود وبعد كده باش نعملو اوكي باش نحولوه. دونك نعملو الكونفيرت نتاعو من اكس تي ال ام دي ال فايل. نمشيو لللوجيسيال نجي لهنا. دونك باش نعمل نيكست. دونك عندنا الكرييت ام دي ال هذيا فوالا. دونك باش نعمل next اي بار سويت لهنا تطلع لي موف تو موديل مود باش نتحولوا دونك من البرايم مود للموديل مود. قال لي باش تسجلها نمشي نختار بلاصه بار اكزومبل نحطو فورماسيون دوسي ونقول له سيف لهنا فوالا. دونك توا تحولت من اكس تي الام دي ال فايل بالبرايم مود فوالا. جي لهنا توا باهي قال البرايم مود ينجم دونك يعمل لنا دي زيرو في الكونفيرت هذايا باش يصير. باهي باش نقولو اللي هي تكونفيرتات امورها واضحة يلزمها تكون دونك 100% براتيكمون معناها ما فيها حتى بروبليم سينو مازلت فما شوية خدمة. و سينو دونك إذا ما تكونفيرتش 100% ما نجموش نتحصلو على كلوزد فوليوم ريكوغنيشن. إذا كيما قلنا ما وصلتش ل 100% دونك فما مازلت فما عندنا شوية مشاكل. فشلت العملية كيفاش نجمو نصلحوها؟ دونك يلزمنا نعملو اكزاميناسيون الجيومتري هذيا نطلعو لي زيرور ونحاولو دونك نصلحوهم. دونك نجمو نلعبو زادا على لي زوبسيون نمشيو لك البروغرام كونفيغوريشنز اللي شفناه هذيك نبدلو دونك كيلكو استوس والا نمشيو للبريسيزيون دو كلوزد فوليوم ريكوغنيشن. اوكي ونجمو نلعبو شوية على لي زوبسيون والا نجمو نستعملو زادا لوبسيون تاع رول باك باش نرجعو بالتوالي في النافيغيشن ويندو هذيك نتاع البرايم مود ونجمو دونك نحاولو نعملو دي ديفيرونت بارامتر. دونك هذا في صورة ما اذا رقينا مشكلة في الموديل. كما رقيناش اتس اوكي okay.